والآن نتحول إلى أخبار الاقتصاد وإلى آية كفوري. لك آية. شكرا حكمة. شكرا هبة. والآن نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. أقامت هيئة المحطة النووية لتوليد الكهرباء فعالية هندسية للإعلان عن بدء أعمال الصب الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة، وذلك تزامنا مع الاحتفالات بالثورة المصرية في 30 من يونيو و 23 من يوليو. ويمثل حدث الصب الخرسانية الأولى حدثا هاما في مسار تنفيذ المشروع وانتقال مصر لأول مرة من دولة تخطط لإنشاء محطات طاقة نووية والدخول في مصاف الدول التي تنشئ محطات نووية طبقا لتصنيف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويعد تنفيذ محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء عنصرا مهما في المحاور الرئيسية ضمن رؤية مصر 2030، وذلك من خلال توليد كهرباء بدون انبعاثات كربونية وبسعر تنافسي. تم إنجاز خطوات هامة في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة، والتي تتكون من 4 وحدات نووية بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات بالتعاون مع الجانب الروسي. وفي ضوء تقدم أعمال تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة طبقا للمخطط الزمني المتفق عليه مع المقاول الروسي، فقد تمكنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بتاريخ 29/6/2022 من الحصول على إذن الإنشاء للوحدة النووية لمحطة الضبعة السلمية لتوليد الكهرباء الصادر من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، وذلك بعد تقديم كافة وثائق التراخيص اللازمة وفق قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية. وقد جاء الحصول على إذن الإنشاء تزامناً مع احتفالات مصر بثورة 30 يونيو المكينة. من جانبه أكد أليكسي ليخاتشوف المدير العام لمؤسسة الطاقة النووية الذرية روز آتوم أن روسيا تقدم لمصر أحدث أنواع التكنولوجيا وأكثرها أماناً. نقدم لمصر أحدث أنواع التكنولوجيا وأكثرها اختباراً وثباتاً، وقد قمنا بالفعل على أساس طراز تصميم المفاعل VVR-1200 ببناء 6 وحدات للطاقة النووية في روسيا وخارجها، ونقوم حاليا ببناء 10 وحدات أخرى، وبدأ من هذا اليوم يمكننا أن نقول 11 وحدة. نحن نقدم لمصر أحدث أنواع التكنولوجيا وأكثرها أمانا واختبارا وثباتا، وكذلك مما سيساهم في تدريب الكوادر المصرية. من جهته قال أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن مشروع الضبعة يعبر عن الإرادة المصرية التي لا تلين. تحقيقا للإرادة المصرية في عزيمة وإصرار ليالين للبدء في تنفيذ هذا البرنامج النووي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة النووية، نشهد سويا هذا الحدث الهام وهذه اللحظة التاريخية الغير مسبوقة على مسار تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبع، وهو المعلم الرئيسي في مسار تنفيذ المشروع كونه يعبر عن الانتقال من الأعمال التمهيدية والتحضيرية إلى البدء الحقيقي لأعمال الإنشاءات. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن مشروع مصرف كيتشنر يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية للحكومة بتحسين جودة المياه بالمصرف على أساس خطط محددة للتعامل مع الصرف الصحي والمخلفات الصلبة وجوانب قطاع المصرف الأخرى. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار هذا المشروع تتضمن إنشاء عدد من مصانع تدوير ومعالجة المخلفات والمحطات الوسيطة وشراء معدات جمع ونقل المخلفات وإغلاق المقالب وتأهيل المدافن الصحية الآمنة بالمحافظات الثلاث المشاركة في المشروع.
وفي أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب عالميا مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ليسجل المعدن الأصفر 2727 دولارا للأوقية. أما على الصعيد المحلي فقد سجل عيار 18 نحو 846 جنيها، ولمس عيار 21 سعر وصل اليوم إلى 987 جنيها، في حين سجل عيار 24 سعر وصل اليوم إلى 1128 جنيها. وأخيرا سجل الجنيه الذهب 7869 جنيها. ومن أسواق المعادن النفيسة نذهب إلى أسواق البترول العالمية، حيث سجل سعر الخام الأمريكي انخفاضا ليهبط دون 95 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل الماضي. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6%، ووصل السعر اليوم إلى 103 دولارات و20 سنتا للبرميل. أيضا هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.7%، ووصل السعر اليوم إلى 94 دولارا و70 سنتا للبرميل. انخفضت أسعار أيضا المازوت عالميا بنسبة 3.12%، ووصل السعر إلى 3 دولارات 41 سنتا لكل لتر. وامتدت الانخفاضات للغاز الطبيعي وانخفض بنسبة 4.63%، ووصل السعر اليوم إلى 8 دولارات و30 سنتا لكل مليون وحدة حرارية. ذكرت شركة نفط البصرة العراقية أن العراق لديها القدرة على زيادة إنتاجه النفطي بمقدار 200 ألف برميل يوميا هذا العام إذا طلب منه ذلك. وكشفت الشركة عن أن أغلب الزيادة ستأتي من حقل غرب القرن واحد، الذي يعد واحدا من أكبر حقول النفط في العالم، إذ يحتوي على احتياطات قابلة للاستخراج تقدر بأكثر من 20 مليار برميل، في حين ينتج نحو 550 ألف برميل يوميا. انتهت جولتنا الاقتصادية مشاهدينا.